بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة جمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة. كما أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وتمنياتهما نجاح أعمال هذه القمة. إن الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة ويحقن الدماء ويؤسس لسلام عادل وشامل واستدام. إننا نؤكد رفضنا القاطع للانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، ونشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، ونرفض الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي. وهنا لا يكفي الكلام، إنما أن يكون هناك تحرك جدي، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء والتي تهدد وعاقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل. وهنا أود أن أعرب عن خيبة أملنا عن عجز مجلس الأمن الدولي من اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية حتى الآن. أصحاب الفخامة والسمو المعالي، نطالب كذلك بفتح الفوري لممرات إنسانية آمنة وسماح بإجلاء المصابين وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها. كما نؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية. الحضور الكريم، حرصت المملكة منذ اندلاع هذه الأزمة على التشاور والتنسيق مع شقائي وشركائي في المجتمع الدولي، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحفيز تحرك حاسم من المجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة ويسمح بالخروج من نفق المعاناة ويفسح المجال لحوار جاد حول مستقبل القضية الفلسطينية وبحث سبل دعم المجتمع الدولي لسلام عادل ودائم في المنطقة يحقق الأمن والازدهار للجميع. ستستمر المملكة في مساعيها مع كافة الشركاء للوصول إلى هذه الغاية، لكن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي الوقف الفوري للتصعيد العسكري لحقن الدماء وإغاثة المتضررين بما يهيئ الظروف الملائمة للعمل نحو السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.